اهلا وسهلا ومرحبا بكم، معكم يحلو اللقاء وبكم تزهو السماء وفيكم يستمر العطاء ولكم منا كل محبة وعطاء. من ربوع منطقة الجنيد الأبية ومن أعالي جبالها الشماء ننقل لكم عبر أثيرنا أروع قصص النجاح سطرها على مر الزمان ثلة من الفرسان وأبناء الوطن الأوفياء. أعزائي المشاهدين، نلتقي اليوم مع صاحب قصة نجاح تحدى الصعاب وقهر المستحيل، حقق الكثير من الإنجازات في حياته العملية، فكانت له بصمات مضيئة ومواقف مشرفة على مستوى الوطن. ضيفنا اليوم المقدم المتقاعد عبد الإله عيسى قاسم المؤمني من بلدة عبدين. أهلا وسهلا بضيفنا الكريم. أهلا وسهلا. إذا سمحت أستاذ عبد الإله نتعرف على سيرتك الذاتية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأستاذ المقدم عبد الإله عيسى قاسم المؤمني، مواليد عام 27/12/1963. درست المرحلة الأساسية والثانوية في مدرسة عبدين عبدين الثانوية، وتخرجت بمعدل 75.1 في الثانوية العامة، ومن ثم التحقت في جامعة اليرموك، درست في كلية الآداب قسم اللغة العربية. تخرجت من جامعة اليرموك عام 1986، وأكملت مرحلة البكالوريوس في 3 سنوات ونصف، وتخرجت بمعدل جيد، ومن ثم التحقت في القوات المسلحة عام 1986 في مديرية التعليم والثقافة العسكرية، وعملت معلما من عام 1986 إلى غاية عام 2006، ومن ثم استلمت مساعد مدير مدرسة لغاية 2009، ومن 2009 إلى من 2008 إلى 2010 استلمت مدير مدرسة الغار الأساسية في الثقافة العسكرية، ومن ثم أحلت إلى التقاعد في 1/7/2010، وبعد التقاعد استلمت مدير مدرسة الروم الكاثوليك في الفحيص الثانوية لمدة سنتين، ومن ثم سافرت إلى سلطنة عمان، كنت مديرا عاما لمدارس الصفوة الخاصة في مصر. وحياتي العملية أنصح الشباب، كوني كنت في مقتبل الحياة اعتمدت على نفسي في دراستي، كوني درست في جامعة اليرموك على نفقة الخاصة، اعتمدت على نفسي في دراسة حيث كنت أعمل في الزراعة من الساعة 6 صباحا ولغاية 10، وبعد 10 كنت أكون في المحاضرات طالبا مجددا نشيطا بعيدا كل البعد عن العنف الجامعي الذي يكون في الجامعات في الوقت الحالي. كنت مهتما في الدراسة ومراعيا لظروف والدي العزيز. هذه رسالة أحب أوجهها لكل من يجلس ويجلس في الجامعة ويدرس على مقاعد دراسة، أن يكون طالبا مجددا نشيطا يبتعد عن سفاسف الأمور وينتبه جيدا إلى دراسته، كون نحن في محافظة عجلون نعاني من ظروف اقتصادية لا نحصل عليها. أريد أن أقدم رسالة توجيهية من والد إلى أبنائه في هضبة الجنين، ولجميع أهالي عبدين عبدين الصخرة، لهذا الجيل الواعي أن يبتعدوا عن البنوية المقيتة التي كادت أن يعني تقسم ظهر العشيرة، وأريد منهم جميعا أن يكونوا على كلمة واحدة، وكما قال تعالى في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا تعالوا إلى كلمة سواء بيني وبينكم، ونكون نستخدم الحوار ونستخدم الحوار النافع الجيد في مهمتنا، وأن نبتعد عن كل شيء ضار. ونتمنى لكل شاب على مقاعد الدراسة التقدم والنجاح، حيث أنني كوني كنت معلما ومساعدا
بنيت جيلا من الشباب المثقفين، حيث أن أحد كثير من طلابي الدكاترة في الجامعات الرسمية والخاصة، وبعضهم في أطباء في الخدمات الطبية الملكية. وأتمنى من الله العلي القدير أن يكونوا شباب قادرين على الحوار ولديهم الملكة الثقافية، ويكونوا أطباء ومهندسين وفي الصفوف الأولى في المجتمع. في ختام لقائنا نعطي الشكر الجزيل لعبد الإلهي على هذه المعلومات الطيبة، ونتمنى لك التوفيق والنجاح في حياتك العملية. أخيرا وليس شكرا لصاحب البيت الأستاذ حسان، الذي قلبه يربع حنانا ودفء إلى كل عشيرة المؤمنة، همه العمل العام وهمه المصلحة العامة، بعيدا كل البعد عن الأشياء عسفاسف الأمور. وأتمنى له مستقبلا زاهرا هو وأبنائه.